إن شاء الله يا باشمهندس هنبدأ نشرح بالظبط إيه المطلوب الأسبوع ده، سواء لوحات أو سكتش. تمام، إحنا قلنا إن اللوحات هتتسلم مع نهاية ال أو اللوحات هتتسلم الأسبوع الجاي على طول، لكن السكتش إن شاء الله هيتسلم في آخر الترم. بس طبعا يفضل إنك تبدأ ترسم فيه عشان ما تجيش في آخر الترم وتلاقي نفسك مزنوق وما تلحقش ترسم. طيب، أول لوحة المفروض ترسمها هي اللوحة دي. تمام، تبدأ ترسم دي ودي في لوحة واحدة، يعني الاتنين دول كده يترسموا في لوحة واحدة. أنا دلوقتي هبدأ أقرب لك الصفحة شوية بحيث إنك تبقى عندك المسافات بالظبط لغاية بس ما تستلموا الكتاب. فدي الأبعاد بتاعت الرسمة الأولى أهي، والرسمة التانية برضو الأبعاد واضحة خالص أهي عشان اللي ياخد منها صورة أو أي حاجة. طيب، ده بالنسبة للوحة أو اللوحة رقم واحد. ندخل على اللوحة رقم اتنين. لوحة رقم اتنين أنا عاوزك ترسم ال6 رسومات دول اللي هما اللي تحت دول كده في لوحة واحدة. تمام، يبقى اللوحة التانية هي ال6 رسومات دول، هقرب لك برضو منها عشان الأبعاد تبقى واضحة. ده بوكس 100 في 100 و100 في 100، وبرضه ده 100 في 100 زاوية 45 درجة، وده برضه 100 في 100. نقرب تاني معلش، نفس الموضوع، الأبعاد أظن واضحة في الفيديو ده. تمام، طيب دي يبقى دي اللوحة التانية هترسم فيها ال6 رسومات دول. ندخل على اللوحة التانية. لوحة رقم 3 هترسم فيها الرسمة دي ودي ودي ودي، ال4 رسومات دول هيترسموا في اللوحة رقم 3. هقرب لك برضو منهم، يبقى دي هتترسم هي ودي 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 في لوحة واحدة. تمام، طيب بالنسبة للجزء اللي باقي ده تكمله في السكتش. يعني أنا عندي اللوحة رقم 3 هرسم فيها ال4 أشكال دول. طيب الشكلين دول اعمل فيهم ايه؟ دول هيترسموا في السكتش. طيب ابدا ارجع، ندخل على الصفحه دي بقى، هنلاقي ان احنا عندنا الرسمه الاولى والثانيه، الرسمه دي والرسمه دي، الاثنين دول يترسموا في لوحه. تمام، مع تغيير الرقم ده، تخلي ده بدل ما هو 40 تخليه 20، وال60 دي تخليها 40، وال80 دي تخليها 60. ده ليه؟ ده عشان الرسمة دي تقدر تيجي في لوحة واحدة وتكون في مسافة انك تحط الأبعاد بتاعتك. تمام؟ رسمتها 40 و60 و80 زي ما هي موجودة وعرفت تظبط الدنيا، مفيش مشكلة. بس أنا بقول لك عشان لو اللوحة بتاعتك صغيرة ولا حاجة، خد البعد ده 20 والبعد ده 40 والبعد ده 80. طيب، باقي الرسمة اللي هي الرسمة دي كده، الاتنين دول ارسمهم في سكتش. طيب نيجي للوحة رقم 5، هترسم فيها الرسمة دي والرسمة دي، الرسمتين دول كده، وباقي الرسومات الموجودة في الصفحة دي كده تترسم برضو في السكتش. في آخر حاجة في صفحة كده احنا دي برضو هترسم في السكتش، اللي هي الصفحة دي. الصفحة دي كده برضو هترسم في السكتش. دي بقى ترسمها، يعني في حاجات فيها هترسم فري هاند، في حاجات هتترسم بالبرجل، في حاجات هتترسم بالمسطرة وهكذا. انت عندك السكتش المربعات، تشوف والله حرف الايه ده في كام مربع من المربعات، تبدأ ترسم على هذا الاساس، ونفس الموضوع البي والسي والدي وهكذا. يبقى مراجعه كده سريعه، احنا عندنا الصفحتين دول كده مع بعض في لوحه واحده، ادي اول لوحه. تاني لوحه ال6 رسومات اللي تحت دول، الصفحه دي بترسم في سكتش، ال4 رسومات دول يترسموا في لوحه، والباقي ده يترسم في سكتش. طبعا الصفحه دي مش معانا. بعد كده الرسمتين دول كده يترسموا في لوحه، والرسمتين دول في السكتش. بعد كده الرسمتين دول كده اللي هي 1 4 5 1 4 7، الاثنين دول ارسمهم في لوحه، وباقي الرسومات ارسمها في سكتش. يبقى انا كده محتاج منك الاسبوع الجاي يكون معاك 5 لوحات. 5 لوحات. تمام؟ شكرا. السلام عليكم يا باشمهندسين، إن شاء الله
هنبدأ نشرح المسألة اللي ظاهرة على الكاميرا دي كده. المسألتين دول هنرسمهم. طيب أول حاجة عشان نرسمهم أنا بس بوضحه لكم أهو، لكن لما تسمع الفيديو بقى ممكن تشوف الرسمة على الموبايل بتاعك، عشان مش هفضل أنا ماسك الرسمة دي كده، تمام؟ بس أول حاجة إحنا بنبدأ نشوف الأماكن اللي هنبدأ نحطها لنحط الرسومات دي في اللوحة بتاعتنا، تمام؟ طيب فبنبدأ نكون مربع وهمي للأشكال اللي أنا هرسم فيها دي. فأنا عندي الشكل الأولاني اللي هو فوق ده، فببدأ أحسب كده على جنب الأبعاد بتاعتي، بعتبر إن كل رسمة من الرسومات اللي أنا هرسمها دي عبارة عن مستطيل بالشكل ده. المستطيل ده ليه طول وليه ارتفاع. الطول بتاعي بتاع المستطيل الأول اللي هي الرسمة اللي فيها مستطيل في النص ودوائر من على الجنب دي ودوائر من على الشمال واليمين، اللي هي أول رسمة فوق دي، لو جينا حسبنا الطول بتاعها هنلاقي إن أنا عندي أول حاجة يعني هي الرسمة بتاعتي عاملة كده، تمام؟ بالإضافة إن هنا في شكل كده بيضاوي من بره أو شكل دائري كده من بره، بعد كده عاملة كده كده كده، ونفس الموضوع الجنب التاني. فأنا عشان أحسب الأطوال بمنتهى البساطة، أنا عندي الطول ده هو عطهولي اللي هو 13.5 سنتي. احنا قلنا الابعاد اللي عندنا دي كلها بنقسمها على 10 ونبدا نرسمها، تمام؟ هو عاطي لي الابعاد بالملي، انا بقى عاوز ارسمها بالسنتي، فبقسم الطول اللي هو عطولي على 10 عشان ارسمها بالسنتي. طيب يبقى اول حاجه البعد اللي عندنا، اول بعد عندنا 13.5 زائد نصف القطر بتاع الدايره دي، تمام؟ طب نصف القطر ده اجيبه ازاي؟ لو بصيت على الرسمه بتاعتك هتلاقي ان هو عاطيك 30 و30 و30 و30، لو مجموع التلاتينات دول كده لو جمعناهم على بعض هنلاقي ان هو القطر بتاع الدايرة. طب انا عاوز نصف القطر، فهقول زائد كام؟ نصف القطر اللي هو نص ال 12 سنتي اللي هو القطر، يبقى زائد 6 زائد نفس الموضوع الجنب التاني اللي هي 6. الرقم ده هيساوي كام؟ 13.5 زائد 6 زائد 6 يديني 25.5. طيب الارتفاع بتاع الرسمة بتاعتي لسه قايله من شوية، اللي هو هنا كان 30، 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 يعني 12 سنتي، تمام؟ طيب كده يبقى انا خلصت الطول العرض بتاع المسألة الأولى أو الرسمة الأولى اللي أنا هرسمها في اللوحة بتاعتي. تاني رسمة بتاعتنا اللي هي الدوائر المتداخلة مع بعضيها دي، الدوائر دي هتلاقي عبارة عن مجموعة من الدوائر كده مع بعض، هتلاقي الدائرة الأولى عاملة كده والدايرة التانية كده أكبر شوية والدايرة التالتة كبيرة شوية، بعد كده في تداخل، يعني لو عملنا ده كده هتلاقيهم متداخلين مع بعض. بس معلش بقى الرسم عشان أنا برسم فري هاند فضربت مني، معلش. في تداخل بالطريقة دي كده، مع طبعا هنمسح بعض الأماكن هنرسمها دلوقتي وهنشوفها بنرسمها ازاي. بس أنا عندي القطر ده 20، القطر ده 40 أو 50، القطر ده 40 قصدي، والقطر ده 60، والقطر ده 80. احنا هنرسم الرسمة دي هنخلي ده 20 وده 40 وده 60 عشان نقلل المسافات شوية بحيث انك تعرف ترسمها في اللوحة بسهولة. فهيبقى اول قطر عندي 20، تاني قطر ده بدل ما هو في الرسمة عندك في اللي انا مصورها لك دي 60، خده 40 وده خده 60 تسهيلا بس عشان الابعاد تصغر شوية. وهو عاطيك هنا المسافات دي كده 20، أي تداخلات دي كلها عشرينات. فلو جينا عاوزين نحسب الطول ده من الأول للآخر، فبمنتهى البساطة عندي 20 اللي هي 2 سنتي زائد 2 سنتي تاني اللي هو القطر بتاع الدايرة الأولى، زائد التداخل ده اللي هو 2 سنتي، زائد القطر بتاع الدايرة التانية دي اللي هي 4 سنتي، زائد 2 اللي هي بتاع الجزء ده، زائد 6 زائد الجزء ده اللي هو كام؟ 2 سنتي. كده يبقى انا جبت البعد ده، هلاقي ان انا عندي 2 زائد 2 4 6 10 12 18 و2 يبقى عندي 20. طيب الارتفاع اشوف اكبر ارتفاع عندي في الرسمه بتاعي. طبعا منطقي جدا ان اكبر ارتفاع هو ارتفاع الدائره دي الكبيره دي. انا عندي دي 60 والارتفاع ده 20 والارتفاع ده 20، يبقى الارتفاع بتاع اللوحه 100 اللي هو 10 سنتي. ارتفاع قصدي الرسمه التانيه دي كده 10 سنتي. فانا عندي دلوقتي بقى فيه مربعين عمل انا هقدر اعملهم للرسمه بتاعتي، مربع فيهم او مستطيل فيهم 25.5 في 12 والمستطيل الثاني 20 في 10. ابدا بقى احدد اذا كنت هحط الرسمتين دول كده
في اللوحة بتاعتي دي احطهم كده جنب بعض ولا تحت بعض؟ ده بيتحدد على اساس ايه؟ على اساس ابعاد اللوحة بتاعتي وابعاد الرسومات اللي انا عملتها. يعني مثلا في الرسمة اللي قدامي دي كده، او في اللوحة اللي قدامي دي كده، لو جيت قست البعد بتاعها بالمسطرة هلاقي ان انا عندي البعد ده، ممكن استخدم المسافة دي اللي هي 20 كده اهي، وابدأ اجمع عليها، هلاقي ان المسافة من اول هنا لغاية هنا حوالي 60، 20 ناقص 60 اللي هي 40 سم. يعني البعد ده كده من جوه جوه بالظبط 40 سم. طيب الارتفاع ده قد ايه؟ لو جيت قصه برضو كده بالمسطره، كل واحد طبعا بيقيس على اللوحه اللي عنده، لان ممكن تختلف من مكتبه لمكتبه ومن طبعه لطبعه، الاقي ان الارتفاع ده حوالي 27 سم. يبقى انا عندي اللوحه التوتال بتاعتي عباره عن 40 في 27. طيب انا عندي اللوحه الاولى او الرسمه الاولى بتاعتي كانت كام في كام؟ كانت 25.5 في 12، يبقى انا عندي 25.5 في 12، والرسمه الثانيه عبارة عن 20 في 10، عبارة عن 20 في 10. طيب لو جينا حطينا 25.5 زائد 20 مش هينفع، لأن أنا الطول بتاعي كله 40، فمش هيجوا جنب بعض. طب تعالى نشوف الارتفاع، لو أنا قلت 12 زائد 10 هتبقى كام؟ 22. 22 أطرح من 27، لسه فيه 5 سنتي أقدر أخلي فيه مسافات بين الرسمة والتانية، فمفيش مشكلة. يبقى الحل الأفضل إن أنا أحطهم تحت بعض. طيب ببدأ احطهم ازاي بقى في اللوحة؟ عشان اللوحة تطلع مظبوطة بحاول ابسطن اللوحة على قد ما اقدر. ازاي؟ انا عاوز دلوقتي احطهم تحت بعض، تمام؟ طيب عاوز اجيب المسافة دي والمسافة دي والمسافة دي عشان ابدأ احط خطوط العمل بتاعتي. طب المسافة دي هنسميها مثلا وليكن واي، والارتفاع اللوحة ده هنسميه واي كابيتال على حسب كل لوحة. انا بأكد تاني اهو، لان ممكن تختلف من لوحة للوحة تانية. هنلاقي ان الواي سمول الصغيره بتساوي 27 اللي هي الارتفاع اللي عندي هنا، ناقص الارتفاع بتاع اللوحه دي اللي هي، او الارتفاع بتاع الرسمه دي اللي هو 12، ناقص 10 على الاثنين على الثلاثه. ليه على الثلاثه؟ لان انا عندي هنا مسافه واي وهنا واي وهنا واي. لو جينا حسبنا دول هنلاقي ان احنا عندنا 27 ناقص 12 ناقص 10 على الثلاثه فيها 1.67، يعني حوالي 1.7 سم. طيب عاوز اسيب من هنا بالنسبه لي الرسمه الاولى دي، عاوز اسيب مسافه من هنا هنسميها اكس واحد، وهنا برضو اكس واحد، تمام؟ طبعا دي واي ودي واي. طب اكس واحد بتساوي كام؟ بتساوي عرض اللوحه اللي عندي اللي هو عندي هنا 40، ناقص العرض ده بتاع الرسمه الاولى اللي هي 25.5 سم على الاثنين، يطلع لي هنقول 40 ناقص 25.5 على الاثنين، يطلع على حوالي 7.3 سم. طيب اكس 2، اكس 2 ليه؟ ليه قلت اكس 1 واكس 2؟ لان انا العرض بتاع الرسمه الاولى مختلف عن العرض بتاع الرسمه الثانيه، كل واحد فيهم برسمه في حته لوحديها، فانا عاوز اوصل كل واحد لوحده، فهيبقى ده 40 ناقص 20 اللي هو الطول ده على الاثنين، يدي لي 10 سم. يبقى انا عرفت اماكن خطوط العمل هتبقى عامله ازاي. تعالى بقى نبدا نرسمها ونشوف هتترسم ازاي. اول حاجه انا عاوز ارسم خطوط العمل في الاتجاه الرأسي. انا قلت الواي عباره عن 1.7 سم. طيب ارسمها ازاي بقى ال 1.7 سم دي؟ والله عندي المثلث بتاعي والمسطره، انا عاوز اقيس مسافه على الرأسي من فوق خالص، ابدا اشوف كده اطلع المسطره بتاعتي لغايه ما اوصل للنقطه، أو لغاية ما أوصل لواحد وسبعة من عشرة، أوصل على المثلث بتاعي ده لواحد وسبعة من عشرة، فأبدأ أنزل كده لغاية ما أوصل، أيوة أهي، أوصل الرقم ده كده بالظبط، يبقى منطبق على 1.7، تمام؟ كده بقى منطبق على 1.7 أهو، أجي حايش المثلث خلاص، وأعمل خط عمل كده خفيف جدا من الأول للآخر، يعني هو ممكن ما يظهرش في الكاميرا، لكن اعرف ان انا رسمت هنا خط خفيف جدا، تمام؟ اهو ممكن اعيد عليه تاني اهو، خط خفيف جدا عشان الخط ده انا همسحه، ده خط عمل، تمام؟ بعد كده عاوز انزل تحت مسافه اللي هي المسافه بتاعت الرسمه الاولى اللي هي كام؟ 12 سم. ابدا اخد ال 12 سم دي، نفس الموضوع برضو، استخدم المثلث بتاعي واجي منزل بقى المره دي لغايه ما اوصل لمسافه كام؟ مسافه 12 سم. ادي كده وصلت لل 12، احوش المثلث بتاعي واخد خط العمل التاني.
تمام، ادي كده عملت الخط عملي التاني. طب المسافه دي هنزلها تبقى كام؟ 1.7 اللي هي الواي، هنزلها كده ادي 1.7 مظبوط. اتاكد واحوش كده المثلث واحط خط عمل التالت. بعد كده انزل بقى المسافه التالته او المسافه بتاعت الرسمه التانيه اللي هي 10 سنتي، افضل انزل كده لغايه ما اوصل ل 10. وصلت ل 10 اهي، تمام. احوش بقى المثلث بتاعي وابدا ارسم ال 10 سنتي. هتلاقي كده بعد ما خلصت ان الرسمه بتاعتك سبت هنا مسافه قد المسافه اللي سبتها هنا قد المسافه اللي سبتها في الاخر، تمام. فكده الرسمه بتاعتي مظبوطه او الاجزاء بتاعتي مظبوطه. عاوز بقى اشتغل على الجزء الافقي، اشتغل عليه ازاي؟ انا عاوز اقيس مسافه من على اول اللوحه كده مقدارها اكس واحد اللي هي كانت 7.3. اجي هنا كده بالمسطره بتاعتي على الخط ده، واجي ماسك المثلث بتاعي تمام، للأسف بس مش عارف اظبط المثلث عشان الجزء بتاع الكاميرا، فهنعمل ايه؟ انا ممكن اقيسه في اي مكان مش لازم انتهي، تمام. انا هنا عاوز اجيب مسافة من على الطرف هنا عبارة عن كام؟ عبارة عن 7.3، 7.3. ادي اهي انا بقيس هنا، بشوف هنا المسافة دي كده من اول هنا، ده الصفر بتاع المثلث. انا عاوز مسافة افقية كده مقدارها 7.3. ادي 7 اهي، اجي نازل تحت لغاية ما اوصل لكام؟ لغاية ما اوصل ل 7.3. وصلت ل 7.3، ابدأ اشد خط عمل للحتة اللي فوق بس لوحديها، تمام. بعد كده انا عاوز بقى المسافة اللي بعد الرقم ده مسافة 25.5. اقلب بقى المثلث بتاعي عشان المسافة دي كبيرة شوية، خلي المثلث بتاعي عامل كده وابدأ اقيس المسافة دي. انا عاوز المسافة من اول الخط اللي انا رسمته ده لغاية قدام كده مسافة 25.5. اجي ماشي كده لغاية ما اوصل ل 25.5 بالظبط اهي، الاقي نفسي وصلت للنقطة دي، ابدأ اشد خط عمل تاني كده. كده يبقى انا رسمت المربع اللي هرسم فيه الرسمة الاولى بتاعتي. نفس الموضوع اعمل كده على الجزء التاني، انا عندي اكس 2 كانت 10، فاجي نازل تحت احط المثلث بتاعي اقيس 10، 10 دي اللي هي النقطة اللي هنا دي، 10 دي اللي هي النقطة اللي هنا، تمام. وصلت عندها ابدا اشد الخط العمل بتاعي، نفس الموضوع افضل بقى ماشي لغايه ما اوصل للمسافه اللي هي بتاعت الرسمه الثانيه اللي هي كانت 20 سنتي اهي، وابدا احط خط عمل التاني كده. لو انا هخش المسطره كده والمثلث هتلاقي ان انت عندك عملت مستطيل هترسم فيه الرسمه الاولى، ومستطيل تاني هترسم فيه الرسمه الثانيه بتاعتك، تمام. كده بقت جاهز للرسم. حتى ممكن كده في البداية قبل ما الرسمة تتملي رصاص ولا حاجة أشيل الزيادات دي كده عشان أعرف أحوشها، أحوش اللي هو الرصاص بتاعها بمنتهى البساطة والجزء بتاع الأسيكة اللي بيطلع. يبقى أنا هحوش ده، أمسح كده الزيادات دي مش محتاجها خالص، حتى خطوط العمل دي اللي أنا مش محتاج منها هشيلها برضو بعد ما أخلص، بس خلي كده المربعين بس في الأول. طبعا يفضل انك تستخدم اللوحات اللي بالتصصيرة دي كده عشان تعرف ترسم في كل اماكن براحتك، اللي بيبقى فيها الجدول هنا ده بتبقى دمها تقيل شوية لانها ما بتعرفش تظبطها بالطريقة اللي انا برسمها دي، فيفضل انك تستخدم اللوحات اللي متسطرة كده. طب كده خلاص انا حشت الدنيا كده اللي موجودة، عاوز بقى ابدأ ارسم. انا اول رسمة عندي كانت اول رسمه كانت اللي هي اول رسمه عندي كانت الدوائر اللي هي الدوائر دي او اللي هو الجزء ده، تمام، اللي هي المساله دي. اول رسمه عندي كانت اللي هي الجزء اللي فوق ده، مش عارف اذا كان هيبقى ظاهر ولا لا، بس هو المفروض معاكم يعني. طيب انا عاوز ابدا ارسم. انا والله الرسمه دي متماثله
حوالين يمين وشمالها، تمام؟ فابدا اجي في نص المستطيل بتاعي ده بالظبط وارسم خط التماثل بتاعي، تمام؟ اللي هو خط السنتر لاين، اللي هو بيبقى عباره عن شرطه ونقطه وشرطه. هاجي في نص المستطيل ده بالظبط، احنا قلنا المستطيل ده طوله كام؟ طوله 25.5، 25.5 على الاثنين فيها ال 12 وحوالي 7 من 10. فنيجي على نمسك كده المثلث بتاعنا او اي مسطره معاك صغيره وتقيس مسافه من اول هنا كده لغايه 12.7 او 12.75 اللي هي عند النقطه دي كده مثلا، تمام؟ واجي راسم خط راسي، بس وانا برسمه اخد بالي ان الخط ده عباره عن ايه؟ عباره عن سنتر لاين. اجي شادد بيها كده، ده الخط سنتر لاين بتاعي، تمام؟ رسمت الخط سنتر لاين، ابدا بقى ارسم الشكل بتاعي. انا عندي اول خط فوق، الخطوط دي عباره عن 13.5 سم، 13.5 سم، انا عاوز ارسم نصها ناحيه اليمين ونصها ناحيه الشمال، فابدا اطلع كده فوق وارسم بقى النص يمين والنص شمال، تمام؟ او ممكن بقى استخدم هنا عندي المثلث في اول واحده، تمام؟ دلوقتي احنا عندنا يمين وشمال 13.5 على الاثنين، نيجي اسمنها كده على الآلة، 13.5 على الاثنين تطلع لي 6.75. ابدأ كده احط المثلث بتاعي عند 6.75 بالظبط، 6.75 اهي، واجي موصل يمين وامشي شمال لغاية ما اوصل ل 13.5 بالظبط اهي. ادي يا عم الرسمة بتاعتي، اول خطة 13.5. بعد كده الارتفاعات بقى، كل ارتفاع او ممكن بقى اجي واخد كده بقى بالمثلث بتاعي في خط يمين وشمال الخطوط، اجي راسم بالمثلث بتاعي خط من الاول للاخر كده، نفس الموضوع الجنب التاني خط برضو من الاول للاخر عشان ابقى حددت بداية ونهاية كل الخطوط بتاعتي بس، وارسم الخط اللي في الاخر. وابدأ بقى كل 3 سم ارسم خط افقي، تمام؟ فهبدأ هنا كده، ادي ده اول 3 سم، اول ما اوصل لدي اجي حاشي المثلث بتاعي وارسم الخط التاني، اجي نازل بعد كده بعد 3 سم احوش المثلث وارسم الخط التاني بسرعة بقى، 3 سم كمان اهي احوش المثلث وارسم الخط بتاعي، بس كده خلصت. لازم طبعا الاخيره دي تبقى اكيد على بعد 3 سم، تمام؟ طيب كده انا خلصت الاشكال او الخطوط الافقيه بتاعتي، عاوز بقى ارسم الدوائر بتاعتي. اجي ماسك البرغل، اول دايره عندنا المفروض نصف القطر بتاعها هو الجزء ده كده اللي هي الدايره الكبيره، فهبدا احط البرغل بتاعي كده من النص وشيك على نفسي قبل ما ارسم، يعني اتاكد ان انا عندي البدايه بتاعتي هنا، تمام؟ والنهايه بتاعتي هتكون هنا. طبعا ممكن نتيجه ان انت الجوده بتاعت الرسم مش 100% ممكن تلاقيها مرحله سنه، فتقعد تظبطها كده بسن البرجل بحيث انها تيجي هنا وتبقى هنا كده، يعني لحد ما تكون مظبوطه شويه تيجي راسم الدايره بتاعتك، تمام؟ كده كده انت رسمت اول دايره، نفس الموضوع تروح تعملها الجنب التاني، تمام؟ كده خلصنا هنا وخلصنا هنا. طبعا دي كانت المفروض تمس المستطيل ده من بره، ما مستهاش نتيجه اي سبب، مثلا ممكن تبقى غلطت في 2 من 10 سم او 1 من 10 سم، يعني ما ترجعش تمسح وتعيد، كده كده المهم الشكل العام بتاع المسألة اتظبط. فانت ممكن تمسح الجزء ده كده خلاص، انت كده مش محتاج الجزء ده في حاجة، ومش محتاج برضو الجزء ده في حاجة. طبعا لما تقرب كده من الشكل الأساسي ممكن تستخدم اسطمبة بتاعة المسح،
خلصنا الدائرة الكبيرة، الدائرة الصغيرة دي مفيش بقى أسهل منها. انت بقى نشوف أول حاجة الدائرة التانية، في الدائرة الصغيرة هتبقى في المنتصف هنا كده، وأبدأ أرسمها. تمام، هلاقي إن أنا هوقف البرجة هنا في النص بالظبط، النص ده اللي هو هيكون عبارة عن 1.5 سنتي. فأبدأ أقيس كده بالمسطرة وأقف، أدي ده 1.5 سنتي بالظبط أهو. اجي واقف هنا واجي بقى مظبط البرجل بتاعي، سواجي راسم نصف الدايره بتاعي ادي ده. بعد كده اقف هنا عشان ارسم الدايره اللي بعديها. بعد كده اقف هنا، انا هنا خلاص خلصت الدور بتاع ده، عاوز بقى ارسم نص القطر الثالث. فاقف هنا اوصف المسافه اللي هي 9 متر دي، اللي هي عند 4.5 متر او 4.5 سنتي قصدي. اجي واقف هنا اهي واجي راسم دايره من اول هنا لغايه هنا بالطريقه دي كده. بقى انا خلصت الجزء اللي على اليمين، اعمل نفس اللي انا عملته على اليمين ده على الشمال بالظبط، وكده بقى انا خلصت الرسمه الاولى بتاعتي. طبعا هعمله على الشمال بس بالعكس، يعني الجزء ده هيبقى هو اللي تحت، وهكذا طول ما انا طالع. بعد كده احط بقى الابعاد بتاعتي على الرسمه. انا عندي في بعد هنا تحت كده عباره عن 135، ببدا انزل مسافه. طبعا المفروض مسافه بتاعت البعد دي تنزل على مسافه 1 سنتي، بس لو انا عندي الرسمه بتاعتي ضيقه كده شويه ممكن اكتفي بس ان انا انزلها مسافه مثلا 0.5 سنتي او 7/10، بسيب مسافه كده بين الخط بتاع الدايمنشن و او الخط بتاع البعد والجزء اللي فوق ده، مسافه كده صغيره وليكن مثلا 1/10 سنتي او 2/10 سنتي، واجي انزل كده بخط خفيف. نفس الموضوع من هنا كده خط خفيف، وبعد كده اوصل ما بينهم، اتاكد ان الخط يكون موازي الخط اللي فوق ده. تمام، خد بالنا ان بيبقى في حته هنا يعني بعد الخط ده وحتى بعد الخط ده، واجي اعمل كده الدايمنشن بقى. الخط بتاع الدايمنشن يفضل ان هو يكون اقل في التخانه من الخط العادي، يعني الخط العادي هتلاقيه عندك باين، الخط بتاع الدايمنشن ممكن تلاقيه باهت خالص. بعد كده اعمل راس المثلث، اجي طالع كده لفوق شويه ونزل لتحت كده شويه، واجي اعمل الشكل بتاعي ده نفس الموضوع ده كده. يعني بنحاول نخلي راس السهم اللي هي ايه نايمة شوية مش واقفة، يعني بلاش موضوع انها تبقى واقفة دي. بعد كده اجي بقى هنا مادة كده خطوط خفيفة خالص، يعني الخطوط دي خفيفة اخف من الخطوط اللي موجودة اصلا. بعد كده بقى ابدأ احط هنا ده الخط بتاعي او ده السهم بتاعي، نفس الموضوع السهم. المسافة دي عبارة عن هو كان كاتب لك 30، يبقى دي 30 30 30 30 ودي 135 كده. يبقى الرسمة الأولى خلصت طبعا لما تخلص الجزء اللي على الشمال ده. ندخل بقى على المسألة التانية. المسألة التانية برضو ما فيهاش أي حاجة صعبة. أنت عندك أول حاجة هتلاقي عندك في الرسمة بتاعتك دي منصفة عن طريق خط أفقي، فنشوف ارتفاعها كان ارتفاعها حوالي او كان ارتفاعها 10 سنتي. فابدأ اخد مسافة على ارتفاع من فوق كده 5 سنتي وارسم الخط بتاعي خط سنتر لاين. يبقى عندي 5 سنتي، ادي ده 5 سنتي اهي، اجي حجر المثلث واجي واخد خط كده عبارة عن كام على بعد 5 سنتي من فوق وخمسة سنتي من تحت. كده خلصت الخط السنتر لاين بتاعي. انا عاوز بقى احط السنتر بتاع كل دايره. طيب انا عندي قلنا اول دايره صغيره احنا ناخدها 20 سنتي، تمام، وعندنا يبقى نصف القطر بتاعها، نصف القطر بتاعها يكون كام؟ يكون 10 سنتي، بالاضافه للزياده الخارجيه اللي من بره دي هتكون كام؟ 20. 20 زائد 10 يعني 3. يبقى ابدا اخد المسافه من على البعد الخارجي ده كده 3 سنتي، 3 سنتي بالظبط اهي. اجي واخد كده ممكن انزل لتحت شوية
بعد كده أبدأ أرسم خط السنتر لاين بتاع الدايرة دي. بعد كده أجي ماشي مسافة. مسافة كام بقى؟ هناخد أول حاجة نصف القطر بتاع الدايرة الصغيرة اللي هي 10 سنتي، يعني أنا بتكلم على الحتة دي كده. أنا عاوز أجيب المسافة من أول هنا لغاية هنا، يبقى أنا عندي دي خلاص قلنا دي 20، خلي بالك مش 40، يبقى 10 زائد المسافة بتاعة التداخل اللي هي 20 زائد دي، احنا قلنا دي 40 بدل 60، فنصف القطر بتاع 20 يبقى 20 زائد 20 زائد 10 تبقى 50، يبقى المسافة بتاعتنا دي هتبقى 50. ناخد مسافة على بعد 50 من الخط ده، وأبدأ أحط خط السنتر بتاعي. بعد كده آخر واحدة هنبدأ نجمع، لو لاحظوا بقى معايا هنبدأ نجمع. عندنا النص ده اللي هو احنا قلنا ده 40، يبقى نصها 20، وعشرين يعني 40، وده قلنا بدل 80 60، يعني نصها 30، يبقى 30 زائد 20 زائد 20 يكون كام؟ يكون 70، يعني 7 سنتي. أبدأ على مسافة 7 سنتي وأحط آخر خط عندي. كده خلصت، انا كده يعتبر خلصت اصلا الرسم بتاعتي. ابدا بقى ارسم الدوائر. انا عندي اول دايره صغيره نصف قطرها 10 سنتي، فاجي على اي مسطره كده او على المثلث اشوف بدايته فين، او اخد كده من النص، يعني ممكن استخدم كده، انا عارف 1 سنتي يبقى انا عاوز كده الدايره بتاعتي تبقى عامله كده، بس اكبر سن القلم الاول، المفروض تخلي الاتنين دول كده طرفهم متساوي مع بعض، تمام، عشان نصف القطر يطلع مظبوط. تاخد ده، يبقى هرسم دايرة نصف قطرها 1 سنتي من أول هنا كده. أنا رسمت الدايرة الأولى، تبدأ تخش على الدايرة التانية الصغيرة اللي هنا، دي نصف قطرها كام؟ احنا قلنا قطرها هناخده 40، يبقى نصف قطرها 20، يبقى اقف كده على المسطرة واخد نصف قطر 20، ابدأ ارسمها. بعد كده الرسمة الأخيرة 80، عاوز اخدها 60، تبقى نصف القطر بتاعها كام؟ 30. يبقى نصف القطر بتاع الدايرة الكبيرة اللي هي الصغيرة يعني في أكبر دايرة عبارة عن 30. طبعا كل ما الدايرة كانت كبرت كل ما بتلاقي إن في سهولة شوية في الرسم بتاعها، لكن كل ما الدايرة تبقى صغيرة انت بتبقى صعب شوية انك وانك بتمسك البرجل. طيب بعد كده عاوزين نرسم هنا الدايرة اللي حوالين دي. احنا عندنا اصغر دايرة قلنا قطرها 20، لكن من بره بره بقى الدايرة الكبيرة اللي حواليها 20 زائد 20 يمين و20 شمال، هتلاقي ان قطرها كده 60، يعني نصف قطرها 30. نصف قطرها 30، يعني هرسم كده بنفس البرجل ده، تمام. بس ناخد بالنا ممكن نصغر يعني، او مش لازم نتقل واحنا بنرسم في الرسمه التانيه دي، بحيث ان احنا هنمسح منها جزء، يا اما نتقل ماشي كل حاجه بس نبقى عارفين ان احنا كده كده هنمسح جزء منها. بس نرسم بقى الرسمه دي. كده رسمنا الدائره الاولى، ادخل على الدائره التانيه نصف قطرها 40، 40 زائد 20 فوق و20 تحت يبقى 80، يعني نصف القطر بتاعها 40. أنا أهم حاجة بس في الرسمة دي تبقى واخد بالك إن أنا شغال على أبعاد غير الموجودة هنا، ودي أنا وضحتها كذا مرة عشان محدش يتلخبط. كل نصف قطر من الدوائر الصغيرة دي أنا قللته 20 ملي، وقلت لك ليه؟ عشان أعرف أسيب مسافات كده تبقى مسافات واضحة في الرسمة بتاعتي. آخر دايرة هتكون
40 او هتكون 60 زائد 20 زائد 20 هتكون 100، 100 على 2 فيها الخمسة يعني 5 سنتي. بس كده خلصت الرسومات بتاعتي كلها، هبدأ بقى امسح. ممكن نستخدم اسطمبة المسح في الجزء ده عشان ما نبوظش الدنيا، عشان ما نقعش نرسم الدوائر تاني. اسطمبة المسح بتيجي عند نقطة التقابل دي كده اللي انت المفروض عاوز تمسحها، تبدأ تمسح دي كده. خلاص انت متأكد انك مش هتمسح الدائرة نفسها، شوف بتطلع نظيفة ازاي. نفس الموضوع، عاوز تمسح الجزء ده كده تمسحه، نفس الموضوع انت عاوز تمسح الحتة اللي تحت تمشي عليها برضو كده بالراحة. هي دي الميزة بصراحة بتاعت صمت الرسم، ميزتها كويسة جدا في الأجزاء دي. بس شوف كده انت بتطلع أكنك راسمها بالظبط ولا أي حاجة. نفس الموضوع تعمل برضو الجزء ده هنا، تمسح برضو الجزء ده بالاسطمبة، ونفس الموضوع الجزء ده بالاسطمبة كده. يبقى انت المسألة بتاعتك تكون خلصت. تبدأ تحط بقى الدايمنشن عليها، تحط هنا الدايمنشن على الجزء ده كده زي ما هو حاططهولك بالظبط، خط كده خفيف شوية. تيجي حاطط هنا الدايمنشن الأول أهو،